السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في أول فيديو هنكمل فيه مع بعض إن شاء الله كورس الـ AZ 500 واللي بعنوان Microsoft Azure Security Technology. الكورس ده كنا بدأناه تقريبا من سنتين، وهو عبارة عن أربعة موديول. انتهينا من موديول رقم واحد واللي كان بيتكلم على الـ Identity، أو إزاي إن أنا أمن المخاطر والتهديدات اللي جاية من جهة اليوزر. بعد كده توقفنا تماما لعدة أسباب، أهمها انه عدم الاهتمام بالكورس، عدم المتابعة، فرأينا انه مش من الحكمة ان احنا نكمل في شيء الناس مش عاوزاه. لكن اللي دعانا ان احنا نكمل او نستكمل الكورس هي كمية الطلبات، خصوصا في الفترة الاخيرة اللي فعليا جات على الكورس ده. وحتى انا فاكر ان احنا كنا عملنا استبيان على لينكد ان وسألنا الناس تحب نكمل اي كورس، لو كنا حاطين من ضمن الخيارات الايزد 500 والايزد 700، فبالتالي كمية الطلبات برضو جات على الايزد 500. احب انوه بس، او يعني نتكلم مع بعض الدقائق المعدودة اللي جاية دي قبل ما ندخل في ماتيريال الكورس، او قبل ما ندخل في المقدمة الخاصة احنا هنتعلم ايه وهندرس ايه. احب بس يا شباب نتفق اتفاق، احنا بنتوقف على الكورسات علشان قلة المتابعة، فبالتالي لو سمحتوا اللي يشعر انه في قيمة من الفيديوهات، او انه هو اتعلم شيء او فهم حاجة، او قدرنا ان احنا نساعد ولو بالقليل، اتمنى ان هو كمان يساعدنا ولو بالقليل في عملية نشر الفيديوهات دي والكورسات. الكورس غير مدفوع، الكورس مجانا لحد دلوقتي، لحد ما احنا بنتكلم في 2023. النية انه هنكمل الكورس ان شاء الله باذن الله للنهاية، ومش هنحول الكورس مدفوع ولا هنتوقف، ولكن بشرط انه المتابعين الكرام يدعموا في نشر الكورس ده علشان يوصل لاكبر قدر ممكن من الناس. لانه للاسف شديد جدا الكورس ده بالذات المحتوى العلمي او التعليمي بالعربي معدوم خلاص، مفيش، يعني مش هتلاقي حد بيتكلم في الجزئيات الخاصة بالكورس من اخواننا العرب تماما، مش هتلاقي. ولو لقيت اتمنى ان حضرتك تزودني بيه، لانه انا كمان بتعلم زيك بالظبط. المحتوى الاجنبي هتلاقيه موجود، ولكن للاسف برضه يعاني من ان هو مش محدث. يعني ايه مش محدث؟ يعني لو حضرتك داخل علشان تفهم جزئيه معينه، هتكتشف انه الفيديو اللي بيشرح الجزئيه ديت انه اتعمل عليها ابديت واثنين وثلاثه، فبالتالي اما انه الخطوات او الستبس الخاصه بالامبلمنتيشن اتغيرت، او حتى المسمى اتغير تماما، فبالتالي هيحصل عندك نوع من اللبس في المعلومات، وبرضو حجم الاستفادة مش هتبقى كبيرة بالنسبة لك. فبالتالي احنا حبينا نكمل الكورس مع بعض زي ما قلنا علشان السببين دول. في سبب كمان انه الكورس ده بالذات كورس دسم جدا، محتواه متشعب جدا، والموضوعات متداخلة جدا، فبالتالي اعتقد او نتفق مع بعض انه ممكن يكون ذات اهميه لكتير مننا. ليه؟ لانه زي ما قلنا في مواضيع متداخله مع كورسات تانية زي ال 104 وال 305، وحتى جزئيات فيما يتعلق بالنتورك من ال 700، وهتلاقي كميه تداخل كويسه جدا هتطلع عليها. فبالتالي لو جات في حياتك العلميه او العمليه، يعني لو كنت بتخطط لانه هتدخل شهاده غير ال 500 305 مثلا او ال 104، على اعتبار ان انت ما دخلتش الامتحان 104، في ناس ما دخلتش لسه ال 104 وبتتابع ال 500، مفيش اي مشاكل على الاطلاق، هو مش من ضمن المتطلبات يعني. فهتلاقي مثلا لو جينا نتكلم على البلاتفورم سكيورتي مثلا، فهتلاقي الموديول ده بيتكلم على موضوعات موجوده في ال 500، موجوده في ال 104، وبعض منها موجود في ال 305. لو سمحت بعد ما تشتغل الحاجه بايدك اعمل لها ديليت علشان تقدر تستمر في عمليه التعلم. يعني ما توقفش لانه اتطبق عليك الليميتيشن بتاع الكوست، وتضطر تستنى الشهر الجاي علشان يفتح لك دوره تانية، او حتى تضطر ان انت السبسكريبشن بتاعتك تفقدها تماما وهنا تقف. انا بس حابب ان انا ازود حجم الاستفاده، فبالتالي يعني يا ريت ناخد بالنا من الكلام ده. خلونا نروح نشوف مع بعض احنا انتهينا من ايه الجزء اللي فات. احنا قلنا ان احنا بنستكمل الكورس. طيب
هتلاقي انه الاربع اجزاء دول فيما اعلم ان احنا انتهينا منها تماما. الجزئين الاولين دول، اول واحد وتاني واحد، اللي هو الايدنتيتي والهايبرد ايدنتيتي، احنا فعليا نشرناهم على القناة عندنا وانتهينا منهم تماما. قدمنا تقريبا هنا حوالي حاجة وعشرين فيديو، وقدمنا هنا تقريبا حوالي اربع فيديوهات بنتكلم على الهايبرد ايدنتيتي. هنلاقي هنا الجزء الخاص بالبيم او البريفليجد ايدنتيتي مانجمنت، والجزء الخاص بالجوفرنانس احنا اوريدي غطيناهم في الكورس الخاص بالانتربرايز جوفرنانس، هو موجود طبعا على يودمي ككورس مدفوع، ولكن ما عندناش اي مشكله على الاطلاق للي هيتواصل معانا مثلا يطلبه فور فري حتى لو ما معوش القيمه. ومش مطلوب من حضرتك تبرير، ما تقوليش والله انا ما معيش علشان 1 2 3، لا، انت مجرد ان انت تقول لي والله انا محتاج الكورس او محتاج نسبه خصم قد كده لانه انا مش معايا او ده اللي معايا، فبالتالي ان شاء الله هتلاقيني بوفره لك وفق المتطلبات اللي حضرتك جاي بيها. باكد حضرتك ما تبررش انه والله اصل وفصل الكلام ده، اللي عايز يتعلم يا شباب بيتعلم، واللي عاوز يتعلم ما حاجاش بتقف قدامه، واحنا بنقول احنا بنحب نساعد الجميع، ويعني بنبقى سعداء بان احنا حد يكلمنا ويتواصل معانا يقول لنا والله انا فهمت الجزئيه دي من الفيديو بتاعك، او ان انا التساؤل ده كان في بالي فلما شفت الفيديو واتعلمت حاجه جديده وات ايفر بقى. فحضرتك مش مطلوب منك ان انت وانت بتتواصل معانا طالب خصم معين، او طالب حتى ان انت تقول ان انا محتاج الكورس بس مش معايا ادفع، ما تبررش يعني، ما تقولش ان انا لسه طالب، ما تقولش ان انا والله قاعد من غير شغل، ما تقول الكلام ده كله مش مطلوب منك، تمام؟ علشان بس ان احنا نزود حجم المنفعة وربنا يتقبل من الجميع. من اول هنا، من اول الكونفيجور الخاص بالنتورك لحد ان شاء الله ما نتكلم على السنتيال، هتلاقينا ان شاء الله هنا البدايه الفعليه بتاعه الكورس، او هنا استكمال الكورس. اتمنى ان احنا ما نوقفش تاني بسبب قله المتابعه، بسبب قله الاهتمام، فبالتالي هنحس او هنشعر ان احنا بنكلم نفسنا، وانه الناس فعليا ما عندهاش يعني الدافع ان هي تتعلم معانا، وبالتالي احنا كمان هنفقد الدافع ده. اتمنى الجميع يشارك معانا، اتمنى انه يكون يعني عندنا حافز ان احنا نكمل مع بعض، وندخل ان شاء الله نتكلم على اول فيديو من الموديول الثاني اللي هنبدا فيه ان شاء الله، وهو بعنوان البلاتفورم سيكيورتي. زي ما قلنا الموديول رقم 2 بعنوان الامبلمنت بلاتفورم بروتكشن، وهو بيحتوي على اربع مواضيع رئيسيه. ادي 1 2 3 4. اول موضوع رئيسي هندرسه مع بعض هو البريميتر سيكيورتي او المحيط التامين. هيبدا يديني فكره عامه كده عن ان انا داخل امن ايه بالظبط، ايه حدود تامين الخاصه بيا، او الملعب اللي انا هبتدي بيه اامن بياناتي، اامن التطبيقاتي، اامن هوياتي. طب ايه هي الادوات اللي هستخدمها علشان اوصل لمرحله التامين ديت، او لمستوى التامين المطلوب؟ اوكي، يعني خلينا نقول نظره عامه كده على الاشياء والادوات والاساليب اللي انا المفروض اتمكن منها، المفروض اكون عندي فكره كويسه جدا عنها علشان اوصل بيها لنسب تامين معين او لنسب تامين جيده جدا. بعد كده هيكلمني على النتورك سيكيورتي، تامين الشبكات. هنكتشف ان النتورك فيها اكتر من اداه بتامنها. على سبيل المثال مثلا انه في ال NSG وال ASG، ال Network Security Group وال Application Security Group. وهنا هتلاقي انه ال Application مش لان اسمه Application فهو مش خاص بالنتورك، لا، هتلاقيه مرتبط ارتباط وسيط جدا بالنتورك بتاعتي، لان هو اصلا لما بنروح نعمله مع بعض وهنشوف ان شاء الله ازاي نعمله، بيتطبق في الاساس على النتورك مش على الابلكيشن، وان كان جاي من جهه الابلكيشن. اوكي، هيبدا بعد كده يكلمني على الهوست سيكيورتي فيما يتعلق بعمليه الهوست بقى، سواء ان انا بهوست الابلكيشن بتاعتي او الويب ابلكيشن بتاعتي على كومبيوت او على بلاتفورم زي الويب اب او الاجر ويب اب، وات ايفر بقى. اوكي، فطالما ان انا نقلت
الشغل او الورك لود بتاعتي من الاون بريم مثلا، او حتى ان انا كرييت من الزيرو، بدات ان انا انشئ من الصفر باستخدام مثلا الكونتينر، باستخدام الويب ابلكيشن، باستخدام الكمبيوت، باستخدام الاس كيو ال، فبالتالي انا بهوست، انا بستضيف العمل بتاعي عند مايكروسوفت. فازاي يتم تامين عمليه الاستضافه ديت، او تامين ما يحتوي سيرفر الخاص بالاستضافه، او البلاتفورم الخاصه بالاستضافه، او الريسورس خلينا نقول الخاص بالاستضافه، سواء بقى استضفت قاعده بيانات، استضفت موقع ويب سايت، استضفت ابلكيشن. فبالتالي هنا عمليه الاستضافه دي لازم تكون امنه تماما، وهيقول لي ازاي يتم التامين وباستخدام اي من الادوات. هيبدا بعد كده يكلمني على الكونتينر سيكيورتي، انا محتاج برضو افهم الكونتينر ده بيتامن ازاي، وايه الادوات اللي بستخدمها علشان امن بيها الكونتينر بتاعي، وايه الاساليب، طب اوصل لمرحله امان كويسه ازاي، وما الى ذلك. بعد كده بقى نركز في الموديول الخاص باللاب. هتلاقي هنا للاسف شديد جدا في اي منهج رسمي هتلاقي كميه لابات محدوده جدا، يعني احنا قلنا ان في اربع مواضيع رئيسيه، هتلاقي يعني ماكسيمم اربع لابات، ولكن انا بوعدك ان شاء الله هتلاقيني ان شاء الله باذن الله مغطي لك المنهج وزياده شويه ان شاء الله. يعني بعد كده لو رحنا علشان نتكلم بقى على اول موضوع اللي هي محيط الامان بتاعي، هتلاقيه زي ما قلنا كده كل موضوع رئيسي هيندرج تحتيه مواضيع فرعيه زي ما احنا عارفين ومتعودين. هنا هتلاقي بيكلمك على الديفنس ان ديب، يعني هو مفهوم الامان، ايه هي اساليب الامان، هو عاوز يوصل لي ايه، ولكن بشيء من التعمق. اوكي، بعد كده هيكلمني على الفيرشوال نتورك سيكيورتي، واللي هناخد فيها شيئين مهمين جدا هو ال NSG زي ما قلنا، وال ASG او النتورك سيكيورتي جروب، والابلكيشن سيكيورتي جروب، وبرضه ما نخلطش ان الابلكيشن يعني عشان اسم ابلكيشن، لا هو شغال من جهه النتورك. هنتكلم على الDDoS وهنعمله، يعني هنعمله امبلمنتيشن بايدينا، هنتكلم عليه بشكل نظري ونشوف هو بيعمل ايه، بيقدم لي ايه، بستخدمه امتى، بستخدمه ليه، وبعد كده هندخل نعمله امبلمنتيشن ان شاء الله بايدينا. بعد كده هنتكلم بقى على الفاير وول، الاجر فاير وول. الفاير وول معروف بالنسبه لنا، يعني الديفايس سواء كان بقى سوفت وير او هارد وير، اجر هنا بيقدم لي خدمه خاصه بيها، خدمه فاير وول خاصه باجر. هنتعرف عليها، هنشوف ايه هي البينيفيت، ايه هي الفيتشر، هندخل نعمل لها امبلمنت بايدينا، هنشتغل عليها لاب، هنشتغل عليها براكتيكال فيما يتعلق بالبوليسي والرول والحاجات دي كلها ان شاء الله. بعد كده هيكلمني على الفورس تانل او الفي بي ان. الفي بي ان احنا اشتغلنا تقريبا في كورس ال 700 على السايت تو سايت وعلى البوينت تو سايت، وهنا بقى هيكلمني على ازاي امن العمليات الانفاق اللي بتمر بها البيانات ديت، الداتا رايحه جايه ازاي تبقى سكيور بالنسبه لي. بعد كده هناخد اليو دي ار، اليو دي ار برضو احنا خدناه في كورس ال 700 اشتغلنا عليه، والان الان بي اي او النتورك فيرتشوال ابلاينس هنعرفهم كده ونشتغل عليهم ان شاء الله بايدينا. بعد كده هتلاقيه بيكلمك من وجهه نظر مايكروسوفت ازاي تامن البلاتفورم الخاصه بيك، بمعنى قال لك هنا انت عندك عباره عن ايه؟ يعني شغلك ده عباره عن ايه اصلا؟ كل ما يحتويه عمليه تامين البيانات او الهويات او الكمبيوت او النتورك، كل حاجه هي جزء منفصل عن التاني. هنا في السلايد ديت هو بيحب يديك نظره كده معمقه زي ما قلنا عن اليات واساليب الدفاع. دفاع واحنا داخلين حرب، انت داخل حرب مع التهديدات، مع المخاطر، مع الهويات المزيفه، الداتا اللي جايه لك مفكوك تشفيرها، الداتا اللي جايه لك من مكان غير موثوق بيه، النتورك اللي مفتوحه للكل، مين اللي يدخل ومين اللي ما يدخلش، الكمبيوتر اللي غير مؤمن، المحيط اصلا ككل الغير امن او اللي امن بنسبه قليله، فانت هنا فعليا في داخل في عمليه حرب، عمليه دفاع. طيب خلينا ناخدها كده من الاخير كده للاول علشان نفهمها. بس هنا انت عندك داتا، الداتا ديت هيتبني عليها ابلكيشن، خلاص الابلكيشن هيتحط على كمبيوت او بلاتفورم ايا كان نوعها، بعد كده هيتوصل من خلال نتورك
علشان يبقى في محيط يوصل من خلاله اليوزر. خلاص، كل ده في النهايه بيكون لك الفيزيكال سكيورتي اللي انت بتشوفه بعينيك او بتلمسه بايدك. خلاص ماشي. طيب انا لو عندي داتا، فمايكروسوفت بتقدم لي ايه بقى علشان ادافع عن الداتا بتاعتي قصاد الهجمات، قصاد المخاطر، اصد الحاجات ديت؟ ما احنا في حاله حرب. فقالت لي مايكروسوفت والله انا عندي شويه ادوات كده وشويه برودكت وشويه ريسورس كمان هتخدمك قوي، يعني فيما يتعلق بالداتا هتلاقيني بكلمك ديفندر فور كلاود، اللي هو يا شباب كان اسمه اجر سكيورتي سنتر، ده تحول الى مايكروسوفت ديفندر فور كلاود. خلاص، هتلاقيني بكلمك على الاجر انفورميشن بروتكشن، خلاص، اللي هي السنسيتيف داتا والحاجات دي كلها. تمام. طيب لو انت عندك ابلكيشن، هتلاقيني بكلمك فاير وول، هنا هو مش كاتبه لكن باي ديفولت يعني، هتلاقيني بكلمك فرونت دور، هتلاقيني بكلمك ترافيك مانجر، هتلاقيني بكلمك لود بالانس. اوكي، كل دي ممكن يكون في اللاير 7 او في الابلكيشن لاير. طيب لو عندك كومبيوت هتلاقيني بكلمك سكيورتي كونتينر، ما هو الكومبيوت برضو كونتينر، او الكونتينر او الكوبرنيت والكمبيوت اللي هي الفي ام، كل ده بيتسمى كومبيوت، هتلاقيني برضو بيشترك مع الهوست سيكيورتي. ما انت في النهايه هتيجي تستضيف عندي، او ان انا هقدم لك الحاجه جاهزه. يعني عندك الاس كيو ال مثلا، عندك قاعده البيانات، يا اما هتاخدها مني مانجد، يا اما هترفعها لي او هتبنيها على في ام او على حتى اجر اس كيو ال. كل ده قلناه هيكون جاي من جهه النتورك، مش كل ده هيتربط ببعضه. فبالتالي هنا مين اللي عمليه الكونكشن دي او الكونكتيفيتي، مين اللي هيقدمها لي؟ النتورك. طب النتورك اللي عندي لازم تكون امنه، وعلشان اوصل لنسبه امان كويسه جدا في الشبكه هتلاقيني بامن لك النتورك سكيورتي جروب اللي هي ال اس جي، والابلكيشن سكيورتي جروب اللي هي الاي اس جي، وهتلاقيني بمكنك من ان انت تعمل عمليه سيجمنتيشن، وهتلاقيني برضو بقدم لك حاجه حلوه قوي اللي هي بتعمل لك عمليه عزل الايزوليشن مثلا، ان انا من خلال السبنيتنج يا شباب، من خلال ان انت هتعزل الشبكات عن بعض، فبتستخدم هنا هو هنا علشان تفهم يعني ايه سيجمنتيشن، او هو يقصد بيها ايه النتورك ميكرو سيجمنتيشن، هو يقصد بيها عمليات السبنيتنج اللي بتتم على النتورك بتاعتي. طيب هنا في محيط، مش كل الحاجات دي الداتا والابلكيشن والكمبيوتر والنتورك، ده اسمه محيط، ده كده محيط لوحده. طيب المحيط ده مش في ناس محتاجه توصل له لاغراض بقى يعني تخريب، او لاغراض حتى الحصول على الخدمه؟ طب هتلاقيني بكلمك بقى ديدوس، هتلاقيني بحمي لك المحيط ده من هجمات حجب الخدمه، من الهجمات الموزعه، الاختراقات، من هجمات الحصول غير الحصول للخدمه غير المصرح به. طيب امنت المحيط بتاعي، والمحيط بتاعي يحتوي على نتورك وكمبيوتر وابلكيشن وداتا، خلاص من المفترض بقى ان انا هقدمه لليوزر اللي هو الاند يوزر، اللي هو الهويات الايدنتيتي. هتلاقيني بكلمك او بقدم لك على الخدمه الشهيره اللي اسمها بيم، او بيم بعض الناس بتنطقها كده وبعض الناس بتنطقها كده، اللي هي البريفليج ايدنتيتي مانجمنت، واللي احنا قلنا ان احنا انتهينا من شرحها وموجوده على يودمي اللي حابب يستزيد منها. طيب لو رحنا كده، هنا بيقول لك انه الفينت يعني قتلناها بحثا في 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 كورس ال 700، واتمنى من الجميع ان هو يرجع لها، ولكن هو هنا بيقول لك ان انت ككلاينت محتاج توصل لسيرفيس معينه من خلال ايه؟ ما انت هتوصل من خلال عمليه كونكتيفيتي. الكونكتيفيتي عندي هو الفينت، خلاص، الفيرتشوال نتورك. فالفيرتشوال نتورك هنا هتلاقي بيكلمك على البوينت تو بوينت، بوينت تو سايت، الاكسبريس راوت، هنتكلم ان شاء الله في الكورس ده، هنتكلم على البوينت تو سايت والجيت واي، هنتكلم ان شاء الله على الاكسبريس راوت في الكورس ده، وان شاء الله هنتكلم برضو على الجيت واي في الكورس ده، هنتكلم برضو على الدي ان اس هوست يا شباب، وهنتكلم على الترافيك مانجمنت ان شاء الله في الكورس ده باذن الله. يعني هنعمل شغل كويس جدا، ونتمنى ان احنا يعني نقدم ماده علميه محترمه. هتلاقي في الشريحه الثانيه او سلايد الاخيره الديستريبيوتد دينيال اوف سيرفيس،
دي من السيرفز يا شباب اللي بتحتاج منك عملية ديليت او بتتطلب منك عملية ديليت بعد عملية الامبلمنتيشن. خلاص هنا هو بيكلمك عليها بشكل نظري وبيديك عليها فكرة، ومش حابين نطول فيها لانه يعني هنطلع لها فيديو هي لوحدها نفهمها ايه هي، ايه البنفت اللي هتعود عليا لما انا اطبقها وانيبل للسيرفيس دي عندي، وان شاء الله هنعمل لها امبلمنتيشن بايدينا. كده يكون ان احنا اتكلمنا في اول الفيديو على الهيراركي اللي هنمشي بيه، النصايح اللي قدمناها للناس، والمتطلبات اللي مطلوب من حضرتك كمتابع للكورس ده. بنسعد بيك جدا، بنتشرف بيك جدا، بنأمل ان حضرتك تساعدنا في عملية نشر المادة العلمية اللي هي اصلا فور فري، مش بنقول لك روح اشتري ولا خلي حد يشتري، لا احنا بنقول لك لو سمحت. احنا بيجينا كمية طلبات على الكورسات، وبنكتشف للأسف الشديد جدا ان بعض الناس او كتير من الناس يقول لي اصلا انا مش لاقي اي مادة علمية، بينما المادة العلمية بتبقى موجودة ولكن هو ما حدش دله عليها. فلو سمحت، لو سمحت زكاة العلم نشره، احنا بنحاول نزكي على العلم اللي ربنا افاض علينا بيه، فبالتالي انت كمان طالما استفدت حاول ان انت تنفع غيرك. اتمنى ان شاء الله تكون الفكره وضحت، واشوفكم ان شاء الله على خير الفيديو القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.